ملايين الناس صرفت على السوق القرب بزايو، والمنظر يشوه وسط المدينة. وعود قدمتها الجماعة للخضارة بوضع واقيات شمسية وستائر بلاستيكية للحماية من أشعة الشمس وبرد الشتاء لم يتم تنزيلها على أرض الواقع. البيشان هذو درناهم على حساب الشمس في وقت الصيف، كانت الشمس حارة وكدخلنا على السلعة تيبسنا السلعة والسلعة كتذبال، ودرنا هذوك البيشان هذو. بالنسبه لعاود في هذه الوقت هذه كاين البرد والشتاء والعجاج والسلعه كتذبال، كيما جبتها تذبال، كيما درت مع السلعه تذبال. وكانوا وعدونا اصحاب البلديه قالوا لك غادي يديروا لنا البيشان ديال الريدو وكذا، وما بان والو عاد لحد الساعه كنستناو. حنا لاحظناه ولكن ما تلقيناش استقدار يعني باش نديروا حنا الرداوات ونديروا، كعارف مع التجاره قليله والرواج قليل وما كاينش المدخول، ودرنا هذا البيشان هذو. الجماعة نطالبوا بها أول حاجة هي طريق السوق نيشان، طريق الرداوات وتقاد وتقاد هذا الشارع هذا. الشارع راه بزاف الضياعة بزاف لنا، وحتى ليهم هما السلعة اللي كتجيب لهم في الشارع وكتضيع لهم بزاف. عشوائية، فوضى، كساد تجاري، ومطالب بتدخل عاجل لإنهاء المعضلة. وقدرنا حنا على حساب الشمس والشتاء والبرد، وكدخلنا البرد الشمس عاودت وكان نضيعوا السلعة كتضيع، وخصنا نديروا هذاك الشيء يديروا لنا شوية ديال الريديوات باش 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 تكون السلعة نقية، ونحيدوا ذاك الوسخ على برا وديال البيشان، ويبان شوي يبان شوي السوق على برا. قالنا وعد الوقت كي غادي نديرو ساعه ما داروا لنا والو، ما بان والو عاد. راهم ساكتين. فلوس كبيره اللي خسروا عليه، والله راه شوهوا. خصو يديروا يحيدوا ذاك، نحيدوا ذاك البشر يحيدوهم، يديروا لنا الاخر البشر ديال الريدويات باش يكون يبان شويه مزيان. اولا كنشكروا الموقع ديال زيو سيتي على هذا المجيء ديالو هنا، وكيهتم بهذا الموضوع ديالنا حنايا كخضاره والمشاكل ديالنا، كنشكروهم بزاف. الموضوع ديالنا اليوم كنهضروا على هذا البيشان هذو اللي كاين ديال هذا التوسعه رقم 2 اللي كاينه هنا. دابا الخضار الله يحسن عاونو راه كيقبض كيدير ديك الشرويطه، راه ما عنده لا درك لا والو. الا كانت الشمس راه كتضرب فيه، البرد يضرب فيه، العجاج فيه، الشتا فيه، يحسن عاونو راه كيقبض كيدير باش كيدرك حتى هو على السلعه ديالو. المجلس البلدي كان وعدنا يعني من قبل شفويا ماشي كتابين بان ما راه غادي يديروا لنا شي ريداوات تما، لحد الان ما كاين والو. كيخصهم يتكلفوا بهذه القضيه هذه باش يعني مادام راه داروا مشروع وحطوه ونزلوه وكذا، راه خصهم يكملوا عليه بجميع الجوانب، لان راه كاين اضرار لداخل. السلعه راه كتضيع تما في الشمس، تضيع بالبرد، تضيع بهذه. الانسان حتى الخضار بصفاته حتى هو راه ما غاديش يقدر يريح تما، لا كان البرد ولا كانت الشمس ولا كانت كذا. ايوا هو اللي كاين دابا. حنايا راه كنطالبوا بهذا البيشان هذو، خصهم يكونوا الساكنه حتى هي راه يمكن كطلع حتى على هذا على هذا على هذا البيشان قضيه بان جماليه المدينه من حقهم، لان كاين مشروع جديد وكذا، ما خصوش يكون هكذاك. جمعيه حمايه المستهلك بان ما راه كانوا جاوا هنايا رئيس جمعيه حمايه المستهلك، جاوا هنا داروا واحد التصريح بان ما على هذه القضيه ديال البيشان، يعني بصفته رئيس جمعيه حمايه المستهلك كيحمي المواطن، يعني خص الخضره ما تقيسهاش الشمس وهذه وهذه. انا غادي نقول له يعني دابا انت ملي غتهضر على هذه القضيه ديال البيشان مزيان راه كتعاوننا وهذه، ولكن خصك تهضرنا حتى على ديك الخضره اللي راه كتنباع برا يعني منها للشمس في الشارع. واش هذيك يعني صالحه للمواطن ياكلها؟ واش ما فيها بو ضرر هذيك؟ يعني اذا واش كتحمي، الا غادي تحمي نهضروا على الحمايه، كنهضروا عليها بجميع الجوانب، يعني قضيه ديال هذا البيشان وقضيه ديال برا في الشارع وقضيه، يعني ما غاديش نهضروا حنايا. هذه راه كتعاوننا، كنشكروك على القضيه ديال البيشان هنايا في التوسعه رقم 2، ولكن نهضروا حتى الاخر، لان حنايا الداخل راه حنا مضرورين بزاف باش لا حوايج، يعني ماشي قضيه ديال هاد الكوارث الطبيعيه الشمس والشتاء وكذا وكذا. تا حوايج تبيعه وشريه السوق راكو كتشوفوا فيه دابا راه خاوي، يعني الناس هربت لم التجاره ولا تم هذه المسائل ديال البيشان. مادام الجماعه دارت مشروع يعني خص يكملوه، يعني هذا البيشان هذا ما داروهش معنا يعني كتابيا شفويا، ولا يكملوه. يعني دابا دارت مشروع كملوه،
البيشان راه ضروري، الشمس كتضرب من هنا مع الصباح كتضرب حتى الوسط ديال التوسيعه، حتى الباب الاخر اللي من هيه ملي كتدور عاود الشمس الجهه الاخرى، يعني في الجهه ديال الغرب كتضرب عاود حتى الجهه اللي منا، هذه قضيه الشمس. اما البرد عاود راه حتى هو راه بنادم ما يقدرش يجلس تما، العجاج السلعه كتضيع كلشي كتضيع، المهم راه ضروري خصنا هاد البيشان هادو تما. وكما قلت انا يعني كنوجه رساله للسي رئيس جمعيه حمايه المستهلك، نعاود نكررها يعني بصفتك رئيس جمعيه حمايه المستهلك، خصك تهضر على قضيه هذيك واحد الشير واحد القضيه، واش هذيك الخضره اللي راها برا منها للشمس فوق المواطر فوق الكرارس فوق الاخر، واش هذيك يعني ما فيها بو ضرر، هذيك صالحه للمواطن؟ يعني هذه كان شيء يعني بصفتك رئيس جمعيه حمايه المستهلك خصك تعاوننا. الساكنه عاود كما هضرت عاود على هذه القضيه ديال البيشان وجماليه المدينه، عاود من حقهم وراهم كيعاونونا، ولا يعني تهضروا عاود حتى على داك الشيء اللي راكم كتشريوه في الشارع برا، واش مسموح؟ يعني واش هذاك الشيء اللي راه كتاكلوه برا فوق المواطر فوق الاخر، واش يعني خصكم تفكروا فينا احنا اللي لداخل؟ احنا رحنا مضرورين بجميع الجوانب، يعني لا من التجاره ولا من هذا الشيء ديال البيشان ولا بزاف ديال الحوايج. ايوا كنشكركم، كنشكروا هذا الموقع مره اخرى، وكنشكروا الساكنه على هذه الالتفاته ديال هذا البيشان هذو اللي